وصل لذويبي على التنفيذ، يلعب كرة عالية ورأسية، جول ثاني للفيصلي، جول ثاني للفيصلي. الفريق اللي تأخر بهدف ثم عاد من جديد في أرضه وما بين جمهوره رفض أن تكون هناك خسارة ثانية بعد خسارة الاتحاد. هو تعادل 1-1 مع النصر، فاز على الحزم 3-1، فاز على النجران 4-2، والآن يأتي الخبر من عقيل بلغيث بالكرة الماضية. عقيل بلغيث الصحبي يأتي بالهدف الثاني، والفيصل 2، الفيصل 2 والتعاون 1. وشوف الرأسية، شوف الرأسية.